السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في جولة وسط المحاصيل الشتوية نشاهد أحد المزارعين مشكورا قام بالاستفادة من شط الترعة، حيث قام بزراعة شجيرات جوافة كما نشاهد. ما نشاهده الآن هي شجيرات جوافة، وهذه شجيرة ليمون، وهي من شجيرات الموالح، وتتميز أن أفرحها بها أشواك. الليمون يتميز بخلاف الموالح الأخرى أن الأفرع بها أشواك. والأوراق صغيرة بخلاف البرتقال، فإن الورقة كبيرة والأفرع لا تحمل أشواك. وهذه ثمار الليمون كما نشاهده. وهذه دعوة لجميع المزارعين بالاستفادة بالمساحات المتاحة على الترع والمصارف وجميع المجاري المائية لزراعة شجيرات مفيدة بهدف الاكتفاء الذاتي. هذه هي شجيرة الليمون كما ذكرنا، الأفرع عليها أشواك، والثمار هنا واضحة. وهذه هي شجيرات الجوافة، بدأ الطرح ينمو صغيرا كما نشاهد. الجدير بالذكر أن نقول أن اليوم الاثنين 17 فبراير 2020، إذن ونحن مقبلون على فصل الربيع تبدأ جميع النباتات أو معظم النباتات في الإزهار والإثمار. فهذا هو الليمون وهذه هي ثماره، والجوافة بدأت يعني بوادر أو البواكر أو كما نشاهد ثمار صغيرة من الجوافة. طبعا أوراق الجوافة معروفة، أوراق الجوافة بعد غسلها وغليها ويعني وعمل مشروب منها مثل الشاي تمنع الكحة وجميع أمراض البرد. هذه هي أوراق الجوافة وثمار الجوافة. هذه هي شجيرات الليمون، وهذا ما لدينا. إن أعجبكم الفيديو الرجاء المشاركة في القناة لدعم القناة ولكي تستمر، وشكراً.